شو الظاهر كمان بتعرف تطبخ؟ لازم الواحد يعرف كل شيء، وإذا بده يفوت لقلب النسوان لازم يكون بيعرف يطبخ. بس كأنه ست البيت تأخرت، مانك سائل؟ وكأنه المشاكل بتخلي بنت البيت مبسوطة؟ تعرف؟ معكن حاسة كأنه عندي أب وأم. أي معناتها لا توقفي هيك، روحي اشتغلي لك شي شغلة. البنت هلا دخلت على البيت. يستنوا هنيك، أنا رايح بنفسي. تستنوا عندكم لحتى نجي. نادي لاثنين من الشباب، يلا بسرعة. لسه بدها شوي. موتتنا من الجوع مشان نشوف حالك بطبخة معكرونة. داريا لا تخليني اسلقك معهم، سمعيني سكوتك، عدوا هنيك لشوف حاجة تحكوا لعيتولي قلبي. ماشي تعالي. داريا قيمي السلاح من خصري. ليك وين صرنا؟ على خصري سلاح وبإيدك بجاية، لك أضرب أنا وهيك حظ. لك في شي بيضحك؟ لا. معك وينو شوقي؟ انا شوي طلع يليلو بس يجي باسطنبول، مالو شي يحمل اغراضه وينقلع. يلا حاضر. ما بقى في حدا اسمه شوقي، عم تفهم؟ عم تفهم؟ كسروا الحلق. لما بيعرف المعلم شوقي انكم جيتوا عم تساووا هيك ما بقي في حدا بهالاسم. كسروا كل شيء. معلم رجال شاكر هجموا على محلاتنا وما خلوا شيء. معليش ما فيهم يعملوا أكتر من هيك. حطوا رجال قدام الباب هون، ما تخلوا حدا يطلع. حاضر معلم. صحة الاثنين يلي بتمنى شوفهم مع بعض. سكتي يا بنت، ما بحب هيك مزح. أنا بعد هالعمر ما بتحمل لا النق ولا وجع الراس. إذا عجبكن البيت مبروك عليكن، بترك لكم إياه. شو مراد أفندي، عداك الخال سيفو؟ وحضرتك شربتي شفتين سكرتي فورا. مين بيكون؟ إن شاء الله ما يكون في حدا لحقك. خدي صحنك وكاسك والشوكة والسكين وطلعي، وشو ما صار ما تطلعي أبدا. مين؟ عنا بلاغ بتهريب غاز. زدت سلاحك. تركها. زدت سلاحك أو بتودع هالأنسة الحلوة؟ ما بتقدر تواجه مثل الرجال. خبري شاكر إنه مراد صار بإيدي.